الراديو 90-90 هواها مصر. طب انا عايز اسالك سؤال، انت في فيديو عملتيه اتكلمتي فيه عن وزنك، قلت لهم انا ايام ما كنت برقص كان وزني كذا وبعد ما بطلت وزني بقى كذا، واتكلمتي بالتفصيل قوي عن الموضوع ده. بصي انا كنت تخينه جدا، انا جالي فتره من الفترات، طبعا انا كل الناس شافتني بحزمني وعارفين اجسامي ان انا جسمي كان مظبط 100 100، ولكن زي اي بني ادم يا حبيبي قمر قاعده معايا يا بطه يا قمر. عايزه اقول لك ان انا طبعا بعد ما كنت تخنتي كده، ما اعرفش جالي فتره كده 4-5 سنين تخنتي بشكل فظيع، كل الناس يجيله المرحله دي، وجيت ما اعرفش كانت فتره اكتئاب ولا انا ما كنتش مظبطه ولا ايه الموضوع، مش عارفه. المهم ان انا ظبطت نفسي ورجعت تاني خسيت. بعد اوقات اقول ايه انا هطلع اونلاين يا جماعه يوم الخميس، اما الاقي مثلا قعدت في البيت فروحت واكلالي اكله محشي مع اكله كفته مع اكله مش عارفه ايه، فتة الحاجات الحلوه إيه دي، تخنانه شويه. الله الله الله، يمسكوكي بقى، ايه الكرش ده؟ اقول لها اولا دي مش كرش، ده سوى اسمها مش كرش. فاتخاني معاهم، يعني مش اتخاني، التعليقات ما تعجبنيش، بقعد زي اي حد طبيعي قاعد في البيت لازم يدخن شويه. ودايما انا بحس اللي بيعلق على الناس المشهوره قوي بيبقى ممكن قاعد في البيت بكرش قدامه، مش فاهمه انا بقى ده كرشها او كرشه ده او دي، اه بالظبط كده، فمش فاهمه يعني اللي بيحصل ايه. وقلت لهم، رحت داخله لهم بقى من الغيظ، قلت لهم هم كلمتين اقولهم، لا تعالوا لي بقى، اه تعالوا بقى، اولا اتخن اخس بتاعتي، اذا انت عاوز تتفرج عليا فخش اعمل لي مشاهده واتفرج عليا، مش عاوز تخش يا اخي اللي بجمالي تفعل افعالي، مفيش يا فوق، واللي مش عاجبها من شعرها اجيبها وخلاص، خلصت الليله وجبت دراب.